بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل في شرح الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي، ومحدثكم هنا دكتور منجي محمد زيدي. هنا سنتكلم على Stability. So we consider a sample feedback system. This is my plant G of S and this is the feedback H of S. كنا في الشابتر الثاني والثالث تكلمنا على الترانسفير فانكشن اوف ذا فيدباك كنترول سيستم، وكنا ناقشناها حتى في الشابتر الثاني لما تكلمنا على البلوك دياجرام ريدكشن. فهنا ذا اوفرال ترانسفير فانكشن از جيفن باي اوتبوت سي او اس على الانبوت ار او اس ايكوال تو جي او اس تقسيم 1 بلس جي اس تايم اتش او اس. ذيس دينومينيتور 1 زائد جي اس جي او اس تايم اتش او اس. ذيس دينومينيتور the denominator of the transfer function 1 plus gs time h of s is known as the characteristic polynomial ونسميه the characteristic equation of the system is 1 plus g of s time h of s equal to 0. فبالتالي لما يكون عندي نظام وبعد ما نحسب الترانسفير فانكشن اوف ذي سيستم، لما نسوي الدينومينيتور ايكوال تو 0، هذا هو الدينومينيتور او المقام يساوي 0، نسميه ايش؟ نسميه ذا كاركترستيك ايكويشن. هذه مهمه جدا في دراسه استقرار الانظمه الاوتوماتيكيه. هنا سنتكلم على الروث ستابيليتي. هذا الـ F of S الذي تكلمنا عليه في الشريحة السابقة، وهو 1 زائد GS تايم H of S، هو ممكن أن نكتبه في شكل polynomial. يعني هذا الـ 1 زائد G of S تايم H of S ممكن أن نكتبه على شكل polynomial AN تايم S أس N بلس AN ماينس 1 S أس N ماينس 1 بلس AN minus 2 s s n minus 2 الى اخره، وصولا الى a1 time s plus a0 يعني time s s 0 تو. فبالنسبه لروث روث قانون روث او يعني شروط روث لاستقرار الانظمه هي two necessary but insufficient conditions. ما معنى two necessary but insufficient conditions؟ يعني شرطين لازمين، لازم يكون يعني لازمين لكن غير كافيين. النقطة الأولى ماذا تقول؟ تقول all coefficient in this polynomial should have the same sign، يعني هذا الـ an an-1 an-2 إلى آخره وصولا إلى a1 a0 should have the same sign، يعني لازم تكون كلها positive أو تكون كلها negative. فهذا الشرط لابد أن يكون محقق قبل أن نتكلم على استقرار النظام. أما بالنسبة للنقطة الثانية الذي يطرحها روث، هي تقول إيش؟ تقول none of the coefficients vanish، يعني ولا يوجد أي coefficient ينقص، يعني كل ال coefficient لازم تكون موجودة، يعني an بعده مباشرة an minus 1 بعده an minus 2 إلى آخره. فكل ال coefficient يعني of the coefficient vanish should not vanish، يعني لا تكون ناقصة. all coefficient of the polynomial should exist. فمثلا يكون عندي a5 s5 plus a4 s4 plus a3 s3 plus a1 s1 plus a node. هنا عندي ال a2 s2 ناقصة، وبالتالي الشرط الثاني غير محقق، وبالتالي النظام غير مستقر. هذه هي the two necessary but insufficient condition of the Roth criterion stability for the control system. Thank you for your attention.